الميدانية في العاصمة دمشق وريفها. ينضم معنا سلام محمد مراسل شبكة شام الإخبارية من دمشق. سلام، أهلا بك. يعني سمع إطلاق نار منذ الصباح في أحياء وسط العاصمة دمشق، وأيضا سيطر على كتائب وألوية في الريف، ماذا يحدث؟ نعم، تحية طيبة لك أختي الكريمة. أهلا بك. شهد جنوب العاصمة هدوء حذر يلف في ساعات الصباح الأولى والمبكرة بعد ليل مرير طويل بالآهات والأوجاع. ساده القصف والرصاص في الاشتباكات التي غطت منطقة جنوب العاصمة التضامن ومخيم اليرموك والحجر الأسود، وفي دوما قصف مدفع عنيف على المدينة وسقوط قذيفة كل دقيقة واستشهاد شاب على الأقل إلى الآن. كما شهد العاصمة دمشق إطلاق نار كثيف في كل من حيي السادات وباب السلام في وسط العاصمة. نعم. كما ودارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام على المتحلق الجنوبي من جهة زملكة. كما قامت القوات الأسد تجديد قصفها على منطقة اليرموك، حيث سجل سقوط عدة قذائف هاون إحداها بالقرب من فرن أبو فؤاد على تقاطع شارع اليرموك ولوبيا، وأخرى خلف مدرسة المالكية، ولا أنباء عن إصابات إلى الآن. كما وتجدد الاشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام بالقرب من قسم شرطة اليرموك الواقع عند مدخل اليرموك. نعم. كما استشهد الشابان أيضا جراء سقوط قذيفة آخر شارع اليرموك عند المحل البقاعي. أما في القصور، سقطت مساء أمس قذيفتي هاون عند جادة الكندي بالقرب من مدرسة بسام حمشو، مما أدى إلى استشهاد طفل من عائلة عمران يبلغ من العمر 4 أعوام. كما تجدد القصف المدفعي على قرية يبرود منذ مساء أمس، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بعضهم إصابات بالغة، وأدت لبت الرجل أحد المصابين واستشهاد الطفل علي أحمد الحسن، ومجزرتان في حمورية والقابون وقصف عنيف بالهاون والرجمات المدفعية على معظمية الشام والغوطة الشرقية عموما والريف الجنوبي خاصة. يعني سلام، بالريف تحديدا كيف هو الوضع الآن، وتحديدا يعني بعد تحرير الفوج 181، هل هناك استنفار أمني من قبل قوات النظام؟ هل يتم قصف بعض المدن أو استهداف بعض المدن والقرى في الريف؟ نعم، منذ الصباح الباكر النظام يجدد قصفه براجمات الصواريخ والهاون على المناطق الغوطة الشرقية عامة وعلى دوما خاصة. نعم. فهناك في دوما كل دقيقة هناك قذيفة تسقط على المدنيين. ماذا عن مجزرة القابون؟ وأيضا كان هناك مجزرة أخرى في السيدة زينب، هل لديك ملابسات هذه المجازر؟ نعم، في منطقة البحدلية عثر على 30 جثة، جثة تم إعدامهم ميدانيا من قبل شبيحة النظام والأمن، وكانوا ملقيين على الأرض. كما النظام يتجدد كل يوم مجازره بحق الشعب الثائر. نعم، أشكرك سلام محمد مراسل شبكة شام الإخبارية، حدثنا من دمشق، شكرا على هذه المعلومات. ونبقى في ريف دمشق.